السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين مركز العاصفة. اليوم عندنا لقاء مع فهد محمد نوضح فيه جميع الاستفسارات اللي وصلتنا من المتابعين. طبعا وايد استفسارات وصلت عن الحالة الجوية المتوقعة، هل هي قوية، هل هي ضعيفة، هل هي متوسطة، ليش التوقعات المتغيرة. تابعوا لهذا اللقاء وإن شاء الله أنكم تستفيدون. فهد، ممكن توضح ليش أنتم نفيتوا توقعات أول شيء في مركز العاصفة وبعدين ردينا نحط توقعات؟ طبعا قلنا الكلام مرارا وتكرارا وبعدني برد اقوله ان شاء الله. نحن نفينا اول شيء طال عمرك ابو محمد الفتره اللي تكلموا عنها ان في عاصفه اقوى من منخفض المزر وله موجه ارتداديه في الويكند الماضي، يعني اللي قالوا عنه تاريخ 17 18 19. نعم. نحن اليوم تاريخ 23 24. نعم. ما شفنا شيء ولا قطره جت من عقب المزر. صحيح. لذلك نحن نفينا هذا الكلام اللي انتشر في السوشيال ميديا بشكل واسع. وبعدين حطينا ترينا ان في اصلا توقعات لحاله جايه او ثلاث موجات جايه بقولكم عنها، لكن نحن ترينا فتره الاشاعه الطوف وبعدين نشرنا التوقعات الجايه. اول موجه يوم الاحد القادم باذن الله، غطاء سحابي، امطار متفرقه من حين لاخر، متوسطه، مجمل الحاله متوسط، يعني ممكن في بعض المناطق تشهد رشاد غزيره لكن مجملها متوسط. بعدين الموجه الثانيه ان شاء الله من مساء الاربعاء القادم الى صباح الخميس، موجه ايضا متوسطه قد تغزر في بعض المناطق مع البرق والرعد احيانا، والعلم عند الله. طبعا هناك موجه ثالثه راح نعطيكم تفاصيلها بعد الموجه الثانيه او في غضون الموجه الثانيه والله اعلم. نبغى نتكلم فهد عن وضع التوقعات الحين. الموجه الثالثه نقدر نقول انها تقريبا بعد 10 ايام او اقل اكثر، التوقعات بعد 10 ايام انه يقدر يتحط عليها تصور؟ ما تقدر. صح. صحيح. يعني الحين نتكلم توقعات بعيده. صحيح. ما نقدر نتكلم عنها حاليا، لازم ننتظر. صحيح. يعني عشان تتقرب التوقعات وتكون واضحه اكيد، وخاصه نحن في هالفتره نتكلم عنها، خاصه الاشاعه اللي طلعت وانتشرت، لذلك نحن اخرنا، معنا عندنا خبر عن التوقعات الجايه لكن نحن تعمدنا ناخر اساس ما تصدق الاشاعه اللي انتشرت. طيب في ناس يعني في ريتنا بعد وصلت ملاحظات يقولون انتم هالمره تاخرتوا في التوقعات، وفي ناس حطوا قبلكم. نحن مش في السباق فهد. ايوه نحن مش في السباق، جاي بقول لك خلي اللي يحط يحط واللي يقول يقول، ونحن اهم شيء لا نهول. ايوه ما نهول ولا ننقص، نحن نحط الصحيح والمصداقيه معروفه عند منه. في اكثر من سؤال تكرر، الموجتين الاولى والثانيه اللي جايات هل هن اقوى عن منخفض المزر؟ ما اتوقع. لا، المزر طبعا حالة استثنائية، مركز المنخفض يعبر فوق سما الامارات، هذا شيء استثنائي ونادر وما حصل الا في 2016 العقربي. نعم. فمركز المنخفض مو دائما يعبر على الامارات، في موجات جاية ونتمنى انه يكون الواقع اكثر من المتوقع، لكن انا اقول المزر حالة استثنائية صراحة. اللي واضح في التوقعات انه اقل عن المزر. صحيح. لكن الموجة الثالثة اللي هي بتكون بعد يعني في شهر مارس هذه غير واضحة. بالضبط. نعم. ونحن نقول اول شيء العلم عند الله، ثاني شيء المصداقيه معروفه عند منو، وخلكم دائما مع مركز العاصفه هو مصدركم الاول. توقعات فهد لين 10 ايام احتمال حتى يمكن تختفي ما تطلع يعني. صحيح. نعم. 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 هذه صوره لازم نوضحها للمتابعين. بالضبط. ممكن نعم. ممكن انها تتغير. هاي قراءات وهاي توقعات، يظل علمها عند رب العالمين، يمكن يصيب منها 10% ويمكن يصيب 200%، هذا علمها عند الله. يعني نقدر نقول ان في موجه اولى وموجه ثانيه ان شاء الله يوم الاحد. صحيح. والمساء الاربعاء والخميس الموجه الثانيه. الموجه الثانيه راح تكون الموجه الثالثه على شهر مارس. الموجه الثانيه راح تكون افضل شوي عن الموجه الاولى. الاولى. نعم. ان شاء الله انها امطار رعديه وفيها خير وبركه على الجميع ان شاء الله. نعم ان شاء الله، بعيدا عن التهاويل والمبالغات، نحن نتوقع يظل العلم عند رب العالمين. شكرا يا فهد. عفوا.